في إطار مشاركة مملكة البحرين في الاجتماع 11 للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب، تم الإعلان عن فوز الدكتورة جميلة السلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بالمركز الثاني بجائزة الطبيب العربي لعام 2022، والتي تطلقها الأمانة العامة لقطاع الشؤون الاجتماعية بإدارة الصحة والمساعدات الإنسانية. وبهذه المناسبة يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة جميلة سلمان. مساء الخير دكتورة، وبداية نبارك لكم هذا التكريم المستحق، وماذا يعني لكم على الصعيد الشخصي وما أهمية هذه الجائزة؟ مساء الخير جميعا، يعطيكم ألف ألف عافية، ألف ألف شكر. بداية أود أن أقدم فوزي بالجائزة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المستدعى حفظه الله وراه، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وأهدي الشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل بلاد المصدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ورعاها، حيث أن الفوز بهذا المركز الثاني بجائزة الطبيب العربي لعام 2022 ما هي إلا ثمرة دعم حكومتنا الرشيدة حفظهم الله ورعاه جميعاً. ومثل ما تفضلت فقد شاركت مملكة البحرين في الاجتماع 11 للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب، واللي أعلنوا فيه فوزي بالجائزة اللي تطلقها الأمانة العامة، واللي عادة تمنح سنويا لتكريم الأطباء العرب ذو الاستهامات المتميزة وتشجيع لهم على تطوير أدائهم وتقديم أفضل خدمة طبية. فأنا أفخر باستلام هذه النتيجة المشرفة والحصول على المركز الثاني. تقدير الإسهامات اللي قدمتها في مجال تطوير خدمات الطب على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وما له من تأثير إيجابي على تحسين الخدمات الصحية، وهذا التقدير إنما يمثل دعم لجميع الأطباء والدفع بهم في اتجاه تحقيق المزيد من إنجازات مشرفة إن شاء الله على المستوى الإقليمي والعالمي لرفع اسم مملكة البحرين عاليا في مثل هذه المحافل العالمية، والتي أؤكد من خلالها مواصلة إن شاء الله نواصل على العمل بعزم وعزيمة بكل ما من شأنه رفعة مملكة البحرين، حتى أن جميع ما يسطره أبناء البحرين من مواقف تضحيات وتتجلى بعملهم المتواصل والدؤوب بروح الفريق الواحد في مختلف الظروف، إنما هو للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وسيبقى إن شاء الله محطة مضيئة في تاريخ مسيرة العمل الوطني ويفخر بها الجميع إن شاء الله. إن شاء الله. الدكتورة جميلة سلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي، نبارك لكم الفوز مرة أخرى وشكرا جزيلا لك.